دكتور، في الأول كده عايزين نتعرف على الفرق بين تأخر الإنجاب والعقم عند الرجال. بس انت دايما بتسالي اسئله صعبه قوي، يعني سؤال يعني عايز كلام كتير قوي. هو بص، في تاخر الانجاب احنا عندنا مشكله يمكن في مصر وفي الدول العربيه، ان البنت بمجرد ما تتجوز غالبا بيبقى عندنا مشكله الجواز المبكر. تلاقي البنت، الناس دايما بيدوروا على الانجاب، تلاقي البنت عندها 17 سنه ومتجوزه و16 و18 وبتاع، فلسه بنت يعني صغيره قد كده. واول ما تتجوز بعد شهر واتنين، وخاصه ان احنا غالبيتنا ارياف وفلاحين وكلام زي كده، تلاقي البنت بعد شهر او اتنين بتدور على الخلفه، لا ما خلفتش، فتلاقي لا قلقانين والكلام ده. انا عايز اقول امتى هيحصل تاخر الانجاب؟ بعد سنه من الجواز، يعني ساعه بعد ما يعدي سنه من الجواز ابدا اقول احنا خلفنا ولا لا، البنت حملت ولا لا. اتنين، بعد ما البنت توصل سن، يعني انا بفضل لو البنت اتجوزت 16 و17 و18 سنه ما يدوروش على الخلفه، حرام، البنت لسه صغيره، لسه اجهزه جسمها ما اكتملتش الاكتمال الكامل. احنا بنعاني من صعوبة ان البنت عندها 16 سنة ومخلفة، 17 سنة ومخلفة. طب يا جماعة، انت جوزت، خلاص جوزت، ربنا معاك، بس ما تجيبش بنتك ان هي اللي متجوزة عندها 16 سنة بعد شهرين من الجواز البنت ما حملتش. طب نروح نكشف، طب نروح نعمل، طب نروح للدكتور، طب نعمل، دي مشكلة. فانا بقول بعد سنة من الجواز هفكر البنت حملت ولا لا، وفي خلفة جاية ولا لا، ده نمرة واحد. يعني بعد اول سنة نبتدي نقلق. بالظبط، بعد اول سنة نبدأ نسأل. اتنين، إن عندنا الفكر السائد في مصر ويمكن في غالبية الدول العربية، إن أول ما البنت تأخر في الحمل يبدأ ياخد البنت جوزها أو والدتها أو والدته واتيفر، أو هي نفسها تبدأ تاخد أختها وتروح تلف على الدكاترة لوحدها. ودي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. الإنجاب أو الحمل، دي مشكلة. يدور على البنت وتفضل يا عيني تلف سنة واتنين وتلاتة وخمسة، ومشكلة عند الراجل. الحمل والإنجاب ده بويض عند الست وحامل منه عند الراجل، لازم ده سليم ودي سليمه. ما ينفعش انا اسيب ده خالص وده جزء اساسي من الحمل واروح افكر على البويضه بتاعت الست، وتفضل تاخد يا عيني علاج وهرمونات وتتنفخ البت نفخه، وبعد سنتين ثلاثه لو قالت لجوزها روح حل العيب. ازاي تقولي لي حل؟ ده انا راجل ما شاء الله وحش يعني. ما هيش كده خالص. بدايه اللي انا ادور المشكله فين، لازم يبقى الاثنين مع بعض، لازم الست والراجل، ما ينفعش نبقى نبهدل الست بمجرد ان هي الحلقه الضعيفه في مجتمعنا وافضل ابهدلها. يعني انا عايز اقول لك مشكله قابلتها يمكن من سنه، واحده ست بقى لها اربع سنين يا عيني بتلف على الدكاتره، وبصي دايخت، وده يديها هرمونات وده حقن وده يديها مش عارف لبوس وده يديها راس وده تك تك تك، ممكن في الاخر يطلع اصلا ما عملتش اي حاجه. ما عملتيش تحليل لجوزك ليه؟ جات لي فقلت لها ست انت ما عملتيش تحليل لجوزك ليه؟ قالت لي ده جوزي يعني ما شاء الله كويس، صحته كويسه، ده عنده 30 سنه وما شاء الله وحش يعني. قلت لها مش قصه وحش، الوحش ده لنفسه مش لينا احنا، بس احنا عايزين تحليل سائل منوي. قالت لها دكتور اصل عندنا عيب. قلت لها بتطلبي لجوزك؟ قالت لي انا حاولت الدكاتره قالوا لي ما رضيش. لا بتطلبوا لي. فرحت رحت اللي هي الست طلبت، هي الست قاعده معايا كده. فقلت له ازاي حضرتك اخبارك؟ قال لي دكتور سعيد انا بحبك واتفرج عليك. قلت له انت ليه مش عايز تعمل تحليل؟ قال لي يا دكتور انا ابويا مخلف 10 واخواتي كلهم متجوزين ومخلفين، بنات وصبيان، يعني هي جت عليا. قلت له طب التحليل ده هيخسرك ايه؟ ولا اي حاجه. معلش ثمن التحليل يا عمي انا هدي مراتك علاج ببلاش، كانه ثمن التحليل، الفلوس اللي هي هتديها لي على ثمن الاعشاب اللي هتاخدها انا هديهم لها فري، مني ليك هديه. بس ارجوك انا هدي مراتك علاج ينشط المبايض وبتاع، بس ارجوك المره الجايه مراتك تجي لي بعد شهر يبقى هات لي الايه؟ التحليل. الراجل عمل تحليل طلع عنده حيوانات منويه عددها تقريبا ما يكملش مليون، اللي هو المفروض اقل حاجه يبقى 20 مليون. طيب ده بقى من عنده مشكله مع الراجل. يعني بس المشكله مش مع الست اللي هي بقى لها اربع سنين منفوخه واخد علاج بالهبل. فالاساس في الحمل هو الحيوان المنوي والبويضه. طيب قله الحيوانات المنويه دي من اسباب العقم عند الراجل؟ طبعا ده اساس. مش من اسباب، ده اساس. ايه اسبابها بقى؟ اسبابها ايه بقى؟ احنا عندنا حيوان منوي لازم ليه عدد، والعدد ده لازم ليه حركه. يعني احنا الست بتبقى البويضه لما الست كل شهر تيجي تنزل البويضه اللي هي المفروض على استعداد للاخصاب، بتنزل في الست وليكن في الجزء ده، والحيوان المنوي بينزل عند الست في الجزء ده، فلازم الحيوان المنوي عنده مقدره انه يمشي من هنا لحد هنا. وده يمكن فيديو توضيحي لو الناس بيتفرجوا علينا. بص انا عايز اقول لك الحيوان المنوي اللي هو باللون الازرق ده، الحيوان المنوي اللي هو باللون الازرق ده، بص بيجري ازاي، انت شايفه حركته سريعه جدا. فبص عايز يخش عند البويضه، لازم انت الراجل بيقذف
في القصفه الواحده ده يقل عن 20 مليون حيوان منوي. تخيل الرقم قد ايه؟ 20 مليون حيوان منوي. ال 20 مليون حيوان منوي دول لازم واحد منهم يوصل، اللي بيوصل واحد بس. بص شكل الحيوانات المنويه دي كلها حيوانات منويه، بص عددها قد ايه؟ ملايين. كل الحيوانات المنويه دي اللي بتجري انت شايفها بتجري دي، يبقى اذا الجري حاجه مهمه ان الحيوان ده يقدر يوصل لحد البويضه. انا جايب الفيديو ده عشان يوضح. بصي كل دي حيوانات منويه، الناس بس بتتفرج عليا، كل دي حيوانات منويه طالعه دي حركه الحيوان المنوي. حركه الحيوان المنوي ده الحيوان اللي هو الراس والديل ده، ده حيوان منوي بيفضل يجري مسافه طويله جدا عشان يوصل على البويضه. بص بقى هنا، هنا لو بص بص اوقف عقل، لو يعرف يوقف لي الفيديو يبقى بطل يعني. يعني لو يعني رجع لي الفيديو لحظه، حيوان منوي واحد بيلقح 20 هو اللي بيوصل مليون. بص بقى، بص اهو، بص اهو في ثانيه بس اوقف هنا، دي البويضه. بص هو واحد وصل اهو، عشان يوصل للجزء ده ال 20 مليون بيوصل منهم واحد. طب لو وصل اثنين بتجيب توأم، لو وصل اثنين هي اثنين حيوان منوي ست بتجيب توأم. طيب بص حيوان منوي جه عند السطح اللي انت شايفاه ده، دي البويضه بتاعت الست. بص بقى يعمل ازاي، بص حركته، بص الحركه من ورا، شايف الديل بتاعه عمال يتنفل عشان يخش، يخش جوه يخترق البويضه. بص قد ايه واقفين، هو واحد من دول هينجح باراده ربنا سبحانه وتعالى، واحد من دول بس هو اللي هيخش، مش اثنين ولا 10 ولا 20. لازم يكون في قوه ونشاط. برافو عليك، لازم يكون بيتحرك وكل حاجه، الشكل بتاع الحيوان المنوي نفسه، الراس نفسها، الديل نفسه، لازم يبقى فسيولوجي سليم 100%. الراس موجوده، الديل موجود، مش يكونش قطع ديل، قطع ديل، قطع راس، قطع بتاع، ده كله عيوب وتشوهات. يقول له عنده تشوهات في الحيوان المنوي. يعني ايه تشوهات؟ يبقى الديل مش كامل، يبقى الراس مش كامله. بص هو دخل اهو جوه عند البويضه، اهو دخل، بصي اهو عمال يخترق في البويضه، هيخترقها دلوقتي وهيخش جوه. طيب مجرد ان الحيوان المنوي يدخل جوه البويضه خلاص حصل التلقيح، يبقى كده يحصل الحمل. طيب عشان الحيوان ده يوصل للمكان ده في ظل العدد الرهيب ده، لازم يبقى في عدد كبير، لانه بيمشي مسافه طويله جدا عشان يوصل.